الآن إلى كلمة الأستاذ حمدين صباحي، يلقيها نيابة عنه الأستاذ ضياء رشوان نظرا لوفاة شقيقته. قبل أن ألقي الرسالة التي أرسلها إلي الأخ العزيز حمدين صباحي، يجب أن أنوه بدوره الكبير والمتميز للغاية منذ اللحظة الأولى التي صافحه فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية عقب دعوته دعوة سيادة الرئيس للحوار الوطني. منذ هذه اللحظة مؤسس حزب الكرامة والتيار الشعبي والرمز السياسي الكبير الأستاذ حمدين صباحي وصف وزملائه ورفاقه أيضا في الحركة المدنية وأحزابها وهو في مقدمتهم بذلوا جهودا هائلة ولا زالوا يبذلون حتى ينجح هذا الحوار بكل أطياف المجتمع. أستاذ حمدين صباحي أصيب بالأمس بفاجعة كبيرة وهي وفاة شقيقته الكبرى والتي هي في مقام والدته، وهو يعني متوعك قليلا صحيا، فأرسل لي هذه الرسالة أقرأها على حضراتكم. الأخ العزيز المنسق العام للحوار الوطني، السادة حضور هذا الملتقى، نظرا للظرف الطارئ الذي ألم بي والمتمثل في وفاة شقيقتي الكبرى وهي بمثابة والدتي، كفاكم الله محنة الفراق، وهو ما منعني من الحضور لجلسة الافتتاح. أتمنى التوفيق والنجاح والوصول إلى ما نأمله من نتائج يكون من شأنها الوصول إلى الغاية من الحوار وتحقيق ما نصب إليه، وهو ما أتمناه وأحرص عليه، وهو نجاح الحوار في وضع أسس تكون كفيلة بالمساعدة في النهوض بكل ما يتعلق بالوطن والمواطن. توقيع حمدي صباحي.